إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس تقدم أنوار. أنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في برنامج الجامعة الإذاعي أنوار، والذي يلتقيكم كل أسبوع لينقل لكم أبرز الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية في جامعة السلطان قابوس. في هذه الحلقة، السلطنة تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، والجامعة تستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري. معكم في الإعداد مروى بنت حمد أنبو السعيدية، ترافقكم في التقديم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج منى بنت سالم المسلمية. نتحدى الصعاب وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ معكم بمجموعة من الأخبار السريعة. فازت السلطنة مؤخراً بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة لليونسكو، وتضم اللجنة 36 دولة يجتمع ممثلوها مرة كل سنة للنظر في التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا. تحت شعار نحو تواصل أفضل، نظمت الجامعة ملتقى أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة في نسخته الثانية، وجاء الملتقى بهدف تعزيز التواصل بين الجامعة وأسر ذوي الإعاقة ومناقشة التحديات التي تواجه الطلبة أثناء دراستهم في الجامعة. وقعت الجامعة برنامج تعاون بحثي مع جامعة نزوة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك بينهما، وتضمن برنامج التعاون بحث فرص التعاون المحتملة في مجالات بناء القدرات والمشاريع البحثية في مجال استخلاص فوائد اللبان. نظم مركز التوجيه الوظيفي فعالية الجلسة العامة عن التفكير التصميمي بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعت الجلسة إلى تعريف رواد الأعمال بالطرق المنهجية لخلق الأفكار المبتكرة وحل المشكلات في حقل ريادة الأعمال. زار الجامعة معالي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي من حيث طبيعتها ومستقبلها بين البلدين.
نظمت الجامعة ملتقى الرياضيات والإحصاء في نسخته 13 تحت مسمى عملة في الرياضيات المالية والإكتوارية، وتضمن معرض الملتقى 6 أركان لتعطي مفهوما متكاملا عن كيفية ارتباط الرياضيات بالأموال، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات التي سعت إلى إكساب طلبة الإحصاء طريقة مزج الإبداع في عمل الدراسات الإحصائية. تردد اسم فينتك أو ما يسمى بالتكنولوجيا المالية في الآونة الأخيرة في كل من مجال الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية، فماذا نقصد بها وما مميزاتها ولماذا هي في غاية الأهمية لرجال الأعمال في وقتنا الحالي؟ يجيبنا عن كل ذلك الأستاذ مازن بن محمد الشهورزي، ماجستير في العلاقات الدولية والدراسة الأمنية، تخصص علاقات دولية، وهو يعد رسالة الماجستير حالياً حول دور التكنولوجيا المالية في النظام النقدي الدولي ووضع التحسينات لتعزيز الاقتصاد السياسي. أستاذ مازن، مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار. مساء النور أختي ليلى، طبعا يسعدني كثير أني راح أكون ضيف البرنامج وراح أتكلم عن التكنولوجيا المالية. طبعا مثل ما تطرقت الحين حديث الساعة التكنولوجيا المالية، فهي إيش معناته بالضبط؟ الفينتك بالمختصر المفيد هي طبعا تعني بالتطوير المنتجات المالية الحالية لتواكب التغيير التقني المتسارع الذي موجود في الحين دول العالم. وطبعا التطوير هذا تغير نماذج عمل بعض المنتجات المالية الحالية اللي موجودة في الأسواق. طبعا إذا ما نتكلم هي من المستفيد، طبعا المستفيد الأول من التكنولوجيا التقنية المالية هو المستهلك الكونسيومر، لأن في فرص كثيرة من التقنية توافق مع متطلبات السوق من جهة، من الأشياء اللي هي المدفوعات والماني ترانسفير ما بين الزبون والمستهلك، وطبعا هي تحسين العرض من جهة وأيضا خصوصية والأمان موجودة في التكنولوجيا المالية. هذه هي المفهوم الحالي للتكنولوجيا طبعا. نعم، هذا هو مفهوم التكنولوجيا المالية ومن يقوم باستخدامها أيضا طبعا. طيب ما هي مميزاتها أستاذ مازن؟ طبعا أبرز المميزات في التكنولوجيا المالية هي تحوير المنتجات القديمة وإبرازها بشكل عصري حدث طبعا، وهي أيضا تخلق آفاق وفرص حديثة لقطاع الأعمال موجودة في دول العالم. طبعا نقول على سبيل المثال تطبيق ويتشات، إذا تعرفوا عنه تطبيق معروف في دول يستخدمون في الصين. في الصين نعم. ويتشات هي يتيح للمستخدم شراء المنتجات اللي والحصول على تمويل واستثمار مدخراته، يعني مثلا عندي ابلكيشن موجود اقدر ابيع واشتري واقدر اعمل ادخر اموالي هناك في التطبيق نفسه واستثمر طبعا واحصل على عروض تناسب احتياجي، مثلا يعني هم يعرفوني انا مثلا احب اتسوق لمنتج معين، وطبعا البرنامج نفسه الويتشات اوتوماتيكيا يجيب لي المنتجات اللي انا احتاجها واقدر اشتري منه. كل هذا فقط من خلال تطبيق واحد اللي هو سينجل ويندو سينجل ابلكيشن، طبعا هذا في الصين، هذا ون اوف ذا اكزامبل المثال اللي هي تطبيق الويتشات. نعم، لفوائده يعني واستخدامه في التجاره. ايوه طبعا، والتمويل الجماعي والكراود فاندنج هذا اللي معروفه الحين، فقط تستخدمه في هذا الشيء من تطبيق واحد. نعم نعم. وماذا عن البيتكوين؟ البيتكوين طبعا هذه قصتها اخر، هي عمله مشفره، هي تطبيق يعني تبع لنظام تقنية البلوكشين اللي المعروفة. البلوكشين هي تقنية تخزين وتحقق من صحة ترخيص المعاملات الرقمية في الإنترنت بتجربة دقة بالأمان عالية. طبعا هي البيتكوين أبليكيشن مبنية على الفريم ورك مال البلوكشين. وطبعا في أيضا إذا سمعتوا عن الإثيريوم، الإثيريوم هي أيضا مشتق أيضا من تقنية البلوكشين، هي نفسها عملة رقمية موجودة في السوق. وطبعا كثير من العملات الرقمية الحالية متواجدة في السوق اللي ما يسمى بالكريبتو كارنسي. هل تراهن على مستقبلها أستاذ مازن البيتكوين؟ أيوة طبعا المستقبل كثير، لأن الحين الناس تتكلم عن الديجيتال كارنسي، العملة الرقمية يعني أيوة، يعني تحويل الأموال ما بين الزبون والمستهلك، ما بين البنك والزبون، وهالأشياء تحويلات كلها تكون رقمية يعني كاشلس، يعني ما يكون فيه عملة نقدية ورقية. فهذه راح تحسن من جهة طبعا أكيد راح تعمل ثغرات أمنية وأشياء، بس لكن الأمان والدقة العالية اللي موجودة في تقنية البلوكشين راح تصير تحسن في هالأمور، وراح طبعا تحظى الى مستقبل اوسع من مستقبل كل دول العالم اتجاهها الى العملات الرقميه. بس طبعا بعض دول العالم ما عملوا تشريعات معينه الى الان، فستيل في نقاشات بين شو اسمه، يعني هي عمله لا مركزيه، اي حد يقدر يستخدمها، لا مركزيه، لا توجد لها رقابه حاليا، بس بعض البنوك المركزيه راح
تدرس فيه وتعمل تشريعات لهالأمور يعني. نعم. طيب ما أهمية استخدام التكنولوجيا المالية في الوقت الحاضر وأيضا مدى انتشارها طالما ذكرت الآن موضوع التشريعات في البنوك وما إلى ذلك؟ طبعا أصبحت التكنولوجيا المالية مثل ما تكلمنا متطلب أساسي لمواكبة تغيير التقنية المتسارعة. طبعا معروف التقنية دائما يعني تتجدد، فالقنوات المالية الحالية يعني غير قادرة على المواكبة. الناس حاليا إيش اللي يساعد الحالي اللي كل الناس يعدون على الهاتف الذكي، يعني كل سمارت فون معظم الناس عنده لقضاء معظم احتياجاتهم. طبعا لازم يكون في مواكبة تغيير، والتقنية طبعا أتاحت تقنية مالية أتاحت قنوات حديثة. يعني ممكن نحن الحين في السلطنة ما عندنا حاليا هي كقروض بين الأشخاص وتمويل الجماعي وغيره، فهذا راح تساعد إن شاء الله في المستقبل إنه بيكون في تمويل جماعي وقروض بين الأشخاص أساس يعملوا يستخدموا التقنية يعني. نعم. طيب وماذا مخاطرها؟ ماذا عن مخاطرها؟ الآن نحن نتكلم عن مميزات، ماذا عن المخاطر أيضا؟ طبعا كل حاجة إلى مخاطر، كل حاجة إلى يعني سلبيات وإيجابيات. هيك غيرها من التقنيات طبعا تكنولوجيا مالية المخاطر. طبعا تأثير التقنية المالية وبعض المخاطر منها اللي هو مستوى الأمن المعلومات، طبعا ممكن راح تتسرب أو توافق مع التشريعات وسوء الاستخدام مثلا ممكن يصير. يمكن حد من المخاطر من خلال تطبيق المعايير الأمنية العالمية، لازم يكون فيها معايير أمنية والتشريعات مناسبة لضمان التطبيق السليم. ليش أنا تكلمت قبل تطرقت للتشريعات؟ فلازم يوجد فيها تشريعات حسب نحن نقدر نستخدم تطبيق بوضع سليم التقنية. يعني بوضع أفضل. نعم. إذن هي التشريعات ضرورية جدا لمواجهة أي خطر لاستخدام التكنولوجيا المالية. طبعا مثل نحن نتكلم عن السايبر سيكيورتي عن الأمن، طبعا لازم يكون فيها تشريعات معينة إذا صار مثلا مشكلة أو حاجة معينة في تشريع معين تقاضي هالأشياء، فممكن يعني. نعم. إن شاء الله نتمنى الصورة وضحت للمستمعين أستاذ مازن، ونحن نشكر لك هذا اللقاء السريع. الأستاذ مازن بن محمد الشهورزي يعد ماجستير حول دور التكنولوجيا المالية في النظام النقدي الدولي ووضع التحسينات لتعزيز الاقتصاد السياسي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك أستاذ مازن. أشكرك أختي. بس أنا حبيت أضيف نقطة أخيرة. طبعا جامعة السلطان قابوس نظمت طبعا ملتقى ما بين القطاع الخاص والأكاديميين الجامعة التكنولوجيا المالية في جامعة سلطان قابوس، وراح طبعا تتطرق إلى مواضيع عدة، فإن شاء الله راح يعني يتم فائدته بين المستمعين اللي راح يحضرون في الملتقى نفسه. متى سيكون هذا الملتقى؟ هذا الملتقى راح أريدي حدث تاريخ 22 فبراير. تطرق يعني نعم الى هذه المواضيع. تطرق الى هذه المواضيع طبعا. هو الملتقى طبعا تكلم عن بشكل عام عن نظر على واقع التكنولوجيا الماليه ومستقبلها وتاثيرها طبعا على الاقتصاد اللي راح يكون، وطبعا وراح اتكلم ايضا عن تغطي عن النظام الوطني والتشريعات وتوجه المستقبل نحو الصناعه التكنولوجيا الماليه في السلطنه طبعا. فهذه المحاور الاساسيه اللي تضمنها الملتقى. نعم تضمنها الملتقى. نعم. شكرا جزيلا لك استاذ مازن الشهورزي. شكرا جزيلا. تسلم. الله يسلمك. الله يحفظك. مع السلامه. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. تزامناً مع انتشار استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، شاع في الآونة الأخيرة مصطلح الجريمة الإلكترونية. فبعد اختراع الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت وتوفر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعد من أبرز الإنجازات البشرية، برزت أوجه أخرى لاستخدام هذه التقنيات، فانحرف مسارها الصحيح واستغلت من قبل البعض في ارتكاب الجرائم. اليوم في برنامج أنوار الإذاعي نسلط الضوء على الجرائم الإلكترونية لمعرفة أنواعها وأسباب انتشارها وكيفية التصدي لها، ومعنا الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير دكتور راشد وأهلا بك معنا في أنوار. مساء النور أخت نايلة، مرحب بكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور نقف عند مصطلح الجريمة الإلكترونية، ماذا يعني؟ كيف نفسر؟ والله في الواقع طبعا الجريمة الإلكترونية ما في شك هي من الجرائم
الجديدة والمستحدثة خصوصا عندنا في السلطنة. نحن نعلم أنه قبل عام 2010 قبل عام 2001 بالضبط لم يكن هناك تشريع يتعامل صراحة مع الجريمة المعلوماتية وبشكل مباشر إلا بعد صدور طبعا التعديل في قانون الجذب العماني في تلك الفترة في عام 2001 بإضافة فصل خاص سمي في تلك الفترة بجرائم الحاسب الآلي، اللي في عام 2010 بصدور قانون مكافحة تقنية المعلومات تم إلغاء هذا الفصل ومعالجة جريمة تقنية المعلومات بشكل أوسع. فجريمة تقنية المعلومات ما في شك أنه هي عبارة عن، إحنا نسميه في القانون دائما هي عبارة عن نشاط إجرامي، يعني نشاط إجرامي أي مخالف للقانون. هذا يقوم طبعا نظام الحاسب الآلي فيه بدور هام جدا لإتمام هذا النوع من الإجرام. وأيضا يلعب هذا السلوك جانب كبير من الأهمية والخطورة. طبعا هنا الحاسب الآلي إما أن يكون أداة لارتكاب هذا النشاط الإجرامي أو يكون محلا له. فلو لاحظت أنه من التعريف أنه هذه الجريمة غالبا ما تتم حول الحاسب الآلي وما يتعلق بالحاسب الآلي، والحاسب الآلي اللي أتكلم عنه الآن هو ليس الجهاز الكمبيوتر فقط، إنما كل ما يتعلق بالحوسبة وأيضا ما هو موجود في الفضاء الإلكتروني. نعم. طيب هل هناك أنواع لهذه الجرائم يعني تصنف خطورتها بناء عليها؟ والله هو التصنيفات عادة دائما ما تكون فقهية، إنما القانون يتعامل مع الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية حسب الجريمة أو كل جريمة بحسب الخطورة اللي تشكلها على المجتمع. احنا نسميه بقدر الاستهجان الاجتماعي لهذا الفعل. يعني مثلا جرائم الإهانة التي تتم عن طريق الحاسب الآلي تختلف عن تلك الجرائم المتعلقة بالاختراقات او الدخول الى الحاسب الآلي بدون اذن وارتكاب الجرائم اللي هي بإضافة المحتوى او حذف المحتوى والى ما اخر. لكن التصنيف القانوني لا يوجد لهذه الجرائم، إنما القانون يتعامل مع هذه الجرائم بحسب خطورتها وبحسب الاستهجان الاجتماعي اللي هو ورد فيها. طبعا هناك التصانيف فقهية يسمونها الجرائم المترية والجرائم اللامترية يعني تصنيفات فقهية فقط يعني. طيب في عمان ما هي أشكال الجريمة الإلكترونية؟ هي الجريمة الإلكترونية عندنا في السلطنة يغلب عليها احنا نسميه دائما الجرائم الإلكترونية البسيطة، اللي هي جرائم الإهانة التي تتم باستخدام الشبكة المعلوماتية لتوجيه رسائل، أو الجرائم الفضائح العلنية اللي هي تتمثل في إرسال صور أو أصوات تخدش الحياة العام. فمعظمها يعني تصنف تحت هذا النوع من الجرائم. يعني يعني الآن ما يكتب يعني في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن يدخل ضمن الجريمة الإلكترونية إذا كان مخالف للذوق العام أو في إساءة أو إهانة لأحد؟ ما في شك طبعا هذه المعلومة أو هذا التجريم كان وارد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010، وأكد على هذه النوع من الإجرام، بل توسع في قانون الجزاء اللي صدر في 2018 القانون رقم 7 على 2018 ناقش هذا الجزئية وأيضا وضع لها عقوبة تفوق العقوبة حتى الواردة في قانون تقنية المعلومات. من طبعا لأنه بطبيعة الحال هذا القانون صدر بعد مرور 7 سنوات على القانون الأول، وبالتالي حاول يدارك بعض الثغرات الأمور. نعم. هل في جرائم سرقة إلكترونية في عمان؟ هل توجد مثل هذه الجرائم؟ هو هذه طبعا هذه الجرائم السرقات هذه تصنف ضمن جرائم الدخول يسمونها الاختراقات، اللي هو يتم اذا كنت يعني فهمت سؤالك وقضيه تحويل الاموال مثلا عن طريق الحاسب الالي. ايوه بالضبط. اي طبعا اكيد هذه هي تدخل يعني ما تسمى بمسمى جرائم السرقات، لكن هي تدخل ضمن جرائم الاختراقات غير المشروعه لتحقيق اغراض غير مشروعه، ويكون من بين الأغراض غير المشروع هو سرقة الأموال طبعا. نعم. طيب دكتور، ما خصائص الجريمة الإلكترونية وأيضا خصائص الشخص الذي يمارسها أو يقترفها؟ نعم طبعا بالنسبة للجريمة المعلوماتية والجريمة الإلكترونية هذه من الجرائم اللي تتميز ببعض الخصائص تميزها عن الجريمة التقليدية ما في شك. لعل أهمها هو
الجريمة المعلوماتية صعوبة الإثبات فيها يعني ماخذة حيز كبير جدا، غير عن الجريمة التقليدية اللي هي الإثبات أو وسائل الإثبات فيها سهلة. أيضا لعل من بين الخصائص المرتبطة بالجريمة المعلوماتية والإلكترونية هي تلك الخصائص المتعلقة بالمجرم المعلوماتي ذاته، لأن المجرم المعلوماتي يتميز بنوع من الذكاء، بنوع من الخبرة في مجال التكنولوجيا المعلومات، بينما نجد أن المجرم العادي اللي يرتكب الجريمة التقليدية يعني موجود بكثرة، بينما المجرم المعلوماتي عادة عددهم قليل. لذلك نجد أن بعض شبكات الإجرام خصوصا تلك الشبكات المتعلقة بجرائم مثلا غسل الأموال تلجأ إلى خبراء الكمبيوتر لارتكاب هذا النوع من الإجرام. أضف إلى ذلك ومن بين الميزات الهامة للجريمة المعلوماتية إنها جريمة عابرة للحدود. هذا هو، يعني ممكن الجريمة ترتكب في عمان والمتهم يكون أو المجرم موجود في أستراليا مثلا، وأيضا المتضرر موجود في الصين. فهذه جريمة تابعة أو يعني عابرة للحدود، يعني غير متقيدة بالحدود الجغرافية لأي دولة مثلا. نعم. بالنسبة للمجرم طبعا ما في شك، أنا أسرت لأنه المجرم المعلوماتي مجرم ذكي، مجرم يتميز بمهارات في المجال التكنولوجيا لا يتميز بها الشخص العادي. يعني هذا بشكل عام. نعم نعم. هل يسهل ملاحقة مثل هؤلاء المجرمين؟ والله أكون عندك صريح، من خلال خصائص هذه الجريمة تنبع صعوبة تتبع مثل هذه المجرمين، لكن هو يبقى سنة الله في خلقه، هو قضية هي منافسة، يعني الإجرام يتطور والتحقيق يتطور والقوانين تتطور، فهي سباق بين مجموعة من المتنافسين، فصعوبة التتبع ما في شك إنها صعبة، لكن أنا أعتقد الآن أيضا العلم مثل ما يستخدم كوسيلة للأسف للجريمة، فهو أيضا يستخدم كوسيلة لمكافحة الجريمة. نعم. أيضا نعم نعم, نعم. كيف نحمي أنفسنا يعني دكتور راشد من هكذا جرائم؟ الوعي. أنا أعتقد الوعي، الثقافة ضروري جدا. نحن لابد أن يعني قبل لا نستخدم التقنية لازم أن نحتاط، أن نتسلح بسلاح المعرفة. نعم. سلاح العلم. جهود أول شيء لازم تكون من الأشخاص ذاته، جهود أيضا تلقى على عاتق من هو مسؤولين عن هذه التقنيات، اللي هي أنا أقصد أنه الدولة مسؤولة حول تثقيف الناس عن هذه الإجرام، وهذا طبعا من الأشياء الملاحظة والتي يعني تشكر عليها وسائل الإعلام، قضية التثقيف، زيادة وعي الناس حول مساوئ استخدام هذه التقنية. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن وجد من للأسف يستغلها استغلال يعني غير صحيح في إيذاء الآخرين. لذلك يجب على كل من يتعامل مع هذه التقنية يتسلح بسلاح المعرفة، سلاح التوعية، وأيضا مسؤولية الأسر خصوصا في توعية أبنائها. يعني أنا ما أسلم الطفل تليفون أو جهاز آيباد أو غيره وأتركه كذا بدون توجيه، بدون مراقبة، بدون يعني كنترول مثل ما يقولون على هذه الوسيلة. يعني. نعم، يعني موضوع الابتزاز الإلكتروني أيضا يعني يدخل في هذا النوع من الجرائم، فعلينا أن نحمي أبنائنا من الوقوع فريسة لهكذا. نعم. ابتزاز، انتشار أيضا الصور. حتى نوع الجريمة أصبحت كل فئة هي يعني مستهدفة في نوع معين من الإجرام. يعني الابتزاز غالبا ما يكون مع الشباب وصغار السن. نعم. أما مثلا جريمة الاختراقات من أجل الحصول على أموال تكون مع الناس الأغنياء اللي عنده فلوس مثلا. لذلك الإنسان لابد أنه يعي مثل هذه الأمور، يعني يحاول يسلح أبنائه وبناته ومن هم تحت رعايته بسلاح يقيهم من هذه المشاكل، مثل الابتزاز اللي تفضلتي وأشرت إليه. هذه من الجرائم للأسف التي بدأت تنتشر، وبدأت يعني بعض العصابات تحقق أهدافها يعني فيها. نعم بالفعل، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت الصورة متاحة ومنتشرة وجزء من حياة الناس.
شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس على هذا الحديث حول الجرائم الإلكترونية وأشكالها أيضا وكيفية التصدي لها. شكرا لك دكتور راشد. شكرا أخت نايلة، وأنا أيضا أشكركم جدا على يعني على قضية المساهمة في رفع الوعي لدى الآخرين في مثل هذا النوع من الإجرام الحديث، وأتمنى للجميع التوفيق والسلامة أيضا. الله يسلمك يا رب. تسلم دكتور راشد. الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة. إذا كان جسم كل إنسان يحتاج منذ صغره إلى نظام غذائي صحي ومتوازن، فإن عقله لا يحتاج إلى حمية بقدر ما يحتاج إلى غذاء فكري وافر يكون بمثابة الوقود الذي يشحنه ويشحذه لينتج طاقة. هكذا أسست الطالبة ثريا من كلية الزراعة والعلوم البحرية حياتها الدراسية، حيث لم تكتفي بغذاء الجسد بل اهتمت أيضا بغذاء العقل، فقرأت واجتهدت وثابرت لتتفوق على زملائها في تخصص التغذية. اليوم لنا وقفة مع الطالبة ثريا بنت حافظ المسكرية من كلية العلوم الزراعية والبحرية تخصص التغذية. اختي ثريا مساء الخير واهلا وسهلا بك معنا في انوار. مساء النور، شكرا لك يا استاذتي، واتشرف باستضافتكم لي. ان شاء الله يكون اللقاء مفيد للمستمعين. الله يسلمك يا ثريا، اكيد مفيد وملهم ان شاء الله للطلاب المقبلين على المرحله الجامعيه وللطلاب ايضا الذين يدرسون في الجامعه. انت نموذج وقدوه، نتمنى انك يعني كذا تثيريهم بقصه نجاحك. حصلتي على 97% في شهاده الدبلوم العام، والتحقتي فيما بعد بجامعة السلطان قابوس في تخصص العلوم الزراعية والبحرية. فحدثينا عن حياتك بين الدراسة في المدرسة وبين الدراسة في الجامعة. هو طبعا الدراسة في المدرسة كانت هي الأساس لدخولي للجامعة، يعني هي كانت اللبنة للدخول. يمكن قصتي قد تكون مختلفة عن باقي الطلاب في كلية العلوم الزراعية والبحرية، لأني دخلت الكلية عن رغبة. يعني مع تفوقي في المدرسة طبعا هذا كان 97 تؤهلك الدخول طب صح؟ أيوة، كانت في هذيك السنة كما عرفت كان لدخول الطب يجب على طالب أن يكون 95%، ولكن لم يكن ميولي طب. أعلم أن الطب مسؤولية، ولكن التغذية البشرية ربما لا يعلم الكثير أنها أيضا متعلقة بالطب، كون الإنسان يعني يجب أن يهتم بصحته عن طريق التغذية. يعني كانت أول رغبة لي في القائمة للقبول الموحد، ولم أجبر على ذلك. حصلت على الكثير من التعليقات أن ربما الأهل لم يسمحوا لي من الدخول من كلية الطب أو الهندسة كما هو معروف لمن لديه نسبة أهله لذلك. أي نعم. لكن الحمد لله لم أندم على اختياري لهذا التخصص، واستفدت الكثير منه، وإن شاء الله أكمل فيه وأفيد مجتمعي بذلك. تخصص التغذية، يعني أنت داخل كلية العلوم من أجل تخصص التغذية. أيوة، هذا السبب الوحيد لدخولي الكلية. لكن هناك تخصصات أخرى أيضا في الكلية أيضا مفيدة ومثرية لا يعلم عنها الكثير. نعم. مثل إيش ثريا؟ يعني كذا للطلاب اللي الآن قد نفترض مثلا طلاب الآن في المدارس يسمعونا، يمكن حديثك يعني فتح آفاقهم نحو أشياء ربما تكون غير معروفة عندهم. هي المعروف عنها كلية الزراعة، ولكن طبعا تغير المسمى إلى كلية العلوم الزراعية والبحرية. فيها تقريبا 10 تخصصات من ضمنها التغذية البشرية، وأيضا في نفس المجال علم الغذاء، وهو أكثر التخصص أيضا يعني مشابه للتغذية ولكنه يتعلق بالمصانع أكثر من الإنسان. من الإنسان. نعم نعم. أيضا هناك تخصصات لعلوم النبات والاقتصاد وعلوم تقنية المياه، وأيضا الهندسة الزراعية والعلوم البحار والبيطرة وعلم الحيوان. هذه يعني بعض من التخصصات اللي موجودة في كلية العلوم الزراعية والبحرية. نعم نعم نعم.
كيف تخططين ليومك الدراسي وتخططين لتفوقك يا ثريا؟ في البداية أحدد أهدافي وكيف أصل إليها، وبعد ذلك أضع المهام اليومية لليوم وأرتبها على حسب الأولويات. طبعا هذا مع الثقة بالله دائما هو ما يسهل طريق النجاح والتفوق. أكيد. بعد الدراسة الجامعية ناوية يعني تلتحقي تكملي دراستك العليا على طول ولا تلتحقي بوظيفة؟ أريد أن أكمل الدراسة، والآن أنا بصدد التقديم على دراسة الماجستير. أنت أنهيتي يعني خلاص السنة الأخيرة؟ مقضية على التخرج. نعم. إن شاء الله إن شاء الله تتخرجين قريبا وتحضرين الماجستير أيضا وتتفوقين فيها يا ثريا. شكرا شكرا جزيلا لك الطالبة ثريا بنت حافظ المسكرية من كلية العلوم الزراعية والبحرية تخصص تغذية، وهي طالبة متفوقة ومن الأوائل في تخصصها. شكرا لك مرة أخرى يا ثريا وكل التوفيق لك. عفوا، شكرا لكم. تسلمي. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجي أنوار، وسنلتقيكم يوم السبت مع أخبار جديدة عن جامعة السلطان قابوس. هذه تحيات مروى بنت حمد أنبو سعيدية في الإعداد، نايلة بنت ناصر البلوشية في التقديم، منى بنت سالم المسلمية في الإخراج، وتحيات دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.